السقه، ما انت بتشوفي كلبشه وامير كراره، امير كراره احمد عز، ما بتشوفهمش قريبين من رشدي اباظه؟ حلوين جدا، كويسين كويسين. امير كراره كويس جدا جدا، وانا سمعت ان هو يقرب لشكوكو، وشكوكو ده حبيبي، وبقول له ان شكوكو ده يشرفك، لان انت في ناس قالوا لي ان هو قال لا ما يقربلوش، بس هو يقرب له. على كل حال هو الوحيد اللي اتعمل له تمثال شكوكو، وكان اجدع واحد خلقه ربنا والله العظيم، زي ما بقول لك كده، ده شكوكو المصري الاصيل، وهو ما كانش محتاج ولا حاجه، ده كان غني جدا ومبسوط جدا وابن حلال جدا. ده كله كده بيفوت، ايه اسعد لحظه في حياتك؟ اسعد لحظه في حياتي وانا بصلي، وما احبش فرد يروح مني ابدا، الحمد لله رب العالمين. يا رب يا رب كل الناس تصلي والله. لا لا لازم بالصلاه، الحمد لله. وانا داخله شفت حد اسمه عم سيد جوزي. عرفتي ازاي بقى؟ عرفته ازاي؟ انت جدا ها تثقي فيه جدا. بصي انا مش بتاعت فلوس، وما يهمنيش ان انا اتجوز واحد غني ولا نيله ولا بتاع. انا سيد انا عرفته عن طريق ان انا كنت بطلع يعني كتير في السويد وهنا وما اعرفش اي كلام زي ده، وهو كان رئيس الورديه في المطار. بس سيد بقى يعني انا مش بشكر فيه، لا، ابن بلد على حق. هو ايه ما يعني هو مش يعني ابن بلد، ابن بلد زي اللي عندنا، انا بحب بلدي عشان كده فيها الجدعنه بطريقه غريبه يعني. تثق فيه انت قوي. طبعا. ليه بقى؟ لان انا لما اتكسرت ما شالونيش هما، هو اللي شالني، ولغايه وقتنا هذا انا ما بقدرش اقوم ولا اقعد ولا اكل ولا، هو اللي بيعمل لي اكل ويجيب لي اكل ويأكلني ويشربني ويلبسني، ما اعرفش اقلع ولا البس دراعي. بصي امسكيه هنا، عامل كده قافل غلط، ورحت السويد عشان اعمله، بس خفت بيني وبينك اموت بقى عندهم يدفنوني. حنين عليكي جدا، ست تحب راجل حنين. طبعا انا اتجوزت حب يعني، حبينا بعض، مش بس اتجوزنا، هو عارف ان انا متدينه وكل حاجه وكده يعني. اساسا اهله طيبين جدا، وامه كانت الله يرحمها ملاك. نصيحتك بقى لكل بنت بتتجوز وكل كل زوجه في على بيتها. فكره الحما مهمه جدا انها تبقى كويسه او وحشه، لان لو الحما وحشه مش هتستمر زيكا صدقيني، وحصل كتير قدامي انا بكلمك بجد. الحما كويسه يبقى، وعندنا هنا في العرب كلهم يعني الحماوات دايما بيبقوا فيهم كويسين قوي. انا ام سيد دي كانت ملاك والله، كنت بحبها جدا يعني، وكانت زي القمر والله، الله يرحمها. نورتيني وشرفتيني. وانتي قمر، انتي الاحلى. والله قال لي طب انت مين؟ قلت له شريفه ماهر. قال لي يا بنتي سمعتك سبقاكي، وانا الحمد لله ربنا اداني قوي. واحد منهم يحب الفلوس قبل ربنا وامه وابوه. انت بتصلي تشوف امك مهما خدوا مهما عملوا مش هيجرحوني ولا هيخلوني اتذل ولا هيخلوني احتاج. انا لو مش ما عنديش عيال كان احسن. حتى جحودهم مع اختهم. لا هداكي للطريق ده الشيخ كشك؟ لا. شايفاكي دلوقتي تقولي لها ايه؟ قلت لها يهدك يا فيفي، هتحطيني في الموقف ده؟ اصل احنا الفنانين مسلطه علينا الاضواء حتى واحنا قاعدين في بيوت.